السلام عليكم، معكم ياسين القاسمي المعروف بياسين الارتيست. اليوم في اول لقاء صحفي مع هبه بخيس من هايب ميديا بيكتشر فغابة. لو كنت حمامه في العالي غنحلى يا 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 غنطير بولك العالم الاقبال، شحاني بين سحاب كترفو يا 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 غنعيش حياتي بعالي الجبال. وتشوف بيني كل محكة ولي ناس زمان، نتلاقى طيور اشكال والوان، حسدوني صحابي اللي عايشين بين جدران، بغوني نعيش في القسمة نكون فرحان. ماما ماما باغي نكون كحمام، ماما ماما نحلق بسما، ماما 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 من فوق نشوف الحوت في الماء، ماما 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 باغي نكون كحمام، ماما ماما نحلق بسما، ماما 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 من فوق نشوف الحوت في الماء، ماما. المسار الفني ديالي بدا في 2008، كان اول في ذاك العام شريت اول جيتاره كلاسيكيه ديالي وبديت نتعلم لا جيتار. 2009 كتبت اول اغنيه ديالي اللي سميتها الدنيا ما هي الدنيا. نقدر في المستقبل حيت عاقل على لي باول ديالها مالغري لي زاني، دونك نقدر نعاود نسجلها ونخرجها كليب ان شاء الله. فريمون ابري الواحد تيتلاف في الحياه مع القرايه مع الخدمه وداكشي، حتى 2019 العام اللي فات تما فاش خدمت اول البوم ديالي اللي سميتو انا وياك اكوستيك، فيه 6 ديال الاغاني ستيل اكوستيك. خدمتهم هنا مع يوسف الصديقي، هو الميوزيك بروديوسر، هو الانجينيور دو سون اللي دار لي لارونجمون ديال الاغاني ديالي، هي من كلماتي والحاني ولا كومبوزيسيون ديالي. و فريمون انا مفتخر بهذا البروجي لحقاش بروجي فريمون لعبت فيه لي ستيل كاملين وفيه الحان زوينين كلمات في المستوى. ونتمنى تدخلوا تسمعوه في لاشين يوتيوب ديالي. الميول الموسيقي الصراحه انا ما عقلتش بالضبط كيفاش بدات هاد الرغبه في الموسيقى، ولكن تنعقل منين شريت اول جيتار ديالي في 2008 بديت تنتعلم. انا تنعقل الدراري اللي تنعرف تيلعبوا لا جيتار ولا هادي تيغنيو لي كوفرز ديال موسيقيين وحد اخرين، انا عمري لعبت شي كوفر ديال شي موسيقي. بالعكس لاحظت باللي لا جيتار تتعاوني نلقى دي ميلودي زوينين، دونك بديت تنكتب الاغاني ديالي. وتما عرفت فريمون باللي عندي موهبه ديال الكتابه، موهبه ديال التلحين. و فوالا دونك حتى لدابا راني مستمر في المسيره الفنيه ديالي، و تنانفيتي كاع الجمهور باش يدخلوا يشوفوا بعدا لو كليب ديالي. اول كليب ديالي اللي سميتو بي الباريز هو من كلماتي الحاني ولا برود الموسيقيه ديالي، خدمته هنا في هايب ميديا، وكانت لا رياليزاسيون ديال لو رياليزاتور مصطفى ايت سيهمو اللي تنحييه بعدا من هنا. دونك دخلوا شوفوا لو كليب ديالي راه غادي يعجبكم. الناس اللي عاونوني فريمون في المسار ديالي اولا هما الوالدين ديالي، وتنبغي نوجه لهم واحد الشكر جزير من هنا، الدكتور القاسمي هاشمي والاستاذه فاطمه ازنسني. وبغيت نقول لهم هذه اول مره نقولها، يمكن انا مفتخر بكم بزاف، خدمتي للوطن ديالكم وخدمتي للملك ديالنا الله ينصرو. ونتمنى تكونوا مفتخرين بيا، واخا فريمون ما الوالدين راك عارف تيبغيو ولادهم يخرجوا اطباء يخرجوا علماء، ولكن هذا ان غيف فريمون، حلم اللي انا تنعيشه اليوم، وما عارفش من هنا السنوات الجايه فين يقدر يديني. ثاني الاشخاص اللي تنشكر هما الاخوه ديالي، سورتو الاخ ديالي رشيد اللي فريمون من البدايه وهو تيشجعني كنت عايش معاه فريمون. دونك شكرا بزاف. تنشكر لو ستوديو اللي خدمت فيه، دابا صافي اكثر من عام اللي تنخدم في لو ميم ستوديو هايب ميديا هنايا في غابه. وتنشكر سورتو يوسف الصديقي اللي فريمون خدم معايا انا وياك اكوستيك. لا الموسيقى ما قريتهاش الصراحه في كونسيرفاتوار،
وقريت عادي، تنشوف دي توتوريال مثلا باش نتعلم لا جيتار، راه خاصك اون باس، تعرف او موان لي زاكور ديالك، لي نوت، تعرف شنو هو اوكتاف، تعرف عاود تندير شويه لو راب، خاصك تعرف شنو هي 16، تعرف 4 ميزور، لا ميزور شنو هي، 4 طون شنو هي، باش تمشي مع مع لو ريتم. ما قريتهاش، ولكن عندي لو مينيموم، لو مينيموم روكي باش نكومبوزي دي شونسون ديالي، وباش نكتب، وباش باش ندير اغنيه متكامله. دونك الميساج اللي تنوجه للناس كاملين وسورتو لي جون، ما تسأموش زعما في الحياه ديالكم، اللي عنده شي غاب يخدم عليه، عندك شي طالون فين ما كان، في اي دومين، في السبور ولا في لا بانتور ولا في ليكريتور ولا في الموسيقى، تبع له حلم، الحلم ديالك وخدم عليه، فهمتيني. وما كاينش شي حاجه سميتها الفشل، كاين دائما النجاح. باش توصل من نقطه ا ل ب، راه ديك الطريق اللي غادي تدوزها تما، هذاك راه نجاح في حد ذاته. النجاح ماشي هو حتى توصل للنهايه وتعرف شنو كاين. دونك فاش طيح اخويا، نوض وقف، اعتمد على راسك، ما تعينش شواء المساعده من الغير. الرساله اللي غادي نوجهها لوزاره الثقافه، ايوا التفتوا شويه لي زارتيست وعطيونا شي دعم حتى حنا باش نخدموا. راه عندنا دي بروجي زوينين، عندنا دي بروجي اللي فنيه اللي غادي تزيد بالموسيقى القدام. التفتوا لي جون طالون في لي دومين كاملين، في لو سبور، في الفن، في التياتر، في لا دونس اكسيتيرا. والرساله الاخيره اللي غادي نوجه هي اللي لابيل سوني ميوزيك انترتينمنت ميدل ايست، ايوا شوفوا لنا شي كونترا زويونه، بيربل موني لارتيست، صيفط لنا شي كونترا حتى هي تكون زوينه. وما ننساش اوسي لي سين كبار بحال موازين، بحال فيزا فور ميوزيك. انا الحلم ديالي هو نغني فريمون قدام البوبليك بالباند ديالي، نغني لايف ميوزيك. دونك عندي فريمون دي بروجي نبغي نبارطاجيهم مع البوبليك. دونك صيفطوا لنا شي انفيتاسيون وغادي نجاوبكم ان شاء الله بوزيتيف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.